أعزائي طلاب الصف الثالث ثانوي مادة الكيمياء، أهلا بكم في حصة جديدة. ما زلنا في الوحدة الخامسة الكيمياء العضوية، وما زلنا في مقدمة الكيمياء العضوية. هنتكلم النهاردة عن الهيدروكربونات، مقدمة ليها. الهيدروكربونات مركبات، أنت طبعا ما سمعتش عنها قبل كده، أنت سمعت عن الكربوهيدرات الأحياء. كربوهيدرات مش الهيدروكربونات اللي هندرسها. الكربوهيدرات اللي درستها في الأحياء دي اللي هي السكريات، اللي هي بتدينا طاقة، المركبات اللي بتدينا طاقة، ودي بتتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين زي الجلوكوز والفركتوز واللاكتوز وهكذا، ودي بتتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين. أما اللي هندرسها برضو مركبات عضوية اسمها الهيدروكربونات، ودي تختلف عن الكربوهيدرات. خد بالك من الفرق بين الاثنين. الهيدروكربونات بقى بتاعت النهارده مركبات تتكون من الهيدروجين والكربون فقط، ما فيهاش اكسجين ولا كبريت ولا نيتروجين ولا اي حاجه تانية، لان ممكن المركب العضوي يحتوي على كربون وهيدروجين واكسجين زي السكريات، وممكن يحتوي على كمان كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين زي الاحماض الامينيه وهكذا. اما المركبات العضويه اللي بنتكلم عليها النهارده اسمها الهيدروكربونات، دي مركبات ابسط انواع واقدم انواع المركبات العضويه، تتكون فقط من العنصرين وهما الهيدروجين والكربون، لا يوجد اكسجين. يعني السكر لا ينتمي الى الهيدروكربونات بل ينتمي الى الكربوهيدرات وليس الهيدروكربونات، لان فيه اكسجين. اما الهيدروكربونات مركبات تحتوي على هيدروجين وكربون فقط. فالهيدروكربونات هي مركبات تتكون من عنصرين فقط، الهيدروجين والكربون فقط. الهيدروكربونات اللي بندرسها النهارده دي انواع، ودي اقدم انواع المركبات العضويه. المركبات العضويه تشمل الهيدروكربونات اللي هنذاكرها النهارده، وتشمل الكربوهيدرات، وتشمل الاحماض الامينيه البروتينات، وتشمل مركبات تانية كتير هندرسها، الديهيدات وكيتونات وغيره وغيره، وهندرسها ان شاء الله قدام شوية. الهيدروكربونات بقى اللي هي هيدروجين وكربون فقط دي الانواع بتنقسم الى مجموعتين، الى مجموعة اسمها هيدروكربونات اليفاتية، وفي هيدروكربونات اروماتية. كلمة اليفاتية يعني مركبات عضوية اساسا كانت مشتقة زمان، يعني بيجيبوها زمان من الدهون والزيوت، لكن دلوقتي بقوا ممكن يجيبوها من بترول والفحم والحاجات. المركبات الأروماتية، كلمة أروماتي يعني لها رائحة، فنقول كلمة مثلا نقول بنزين أروماتي أو مركب أروماتي، يعني مركب له رائحة، فكلمة أروماتي يعني مركبات عطرية. المركبات الأليفاتية بتنقسم إلى مجموعتين، مجموعة اسمها مركبات الهيدروكربونات أليفاتية حلقية، وهيدروكربونات أليفاتية سلاسل مفتوحة. وكمان السلاسل المفتوحة بتنقسم إلى مجموعتين، سلاسل مفتوحة غير مشبعة وسلاسل مفتوحة مشبعة. وبعدين المركبات الغير مشبعة بتنقسم إلى مجموعتين تاني، كل زي ما انت شايف كده كل شوية نقسم. فالمركبات اللي غير مشبعة اللي هي سلاسل مفتوحة اللي هي أليفاتية اللي هي هيدروكربونات تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة اسمها القديم أسيتيلين أو أسيتيلينات وأوليفينات، المفرد أسيتيلين وهنا أوليفين أو أسيتيلينات وأوليفينات. أما المركبات المشبعة اسمها القديم بارافينات، والاسم الحديث للبارافينات اللي هي المشبعة دي الكانات، والمفرد الكان، الكان جمع الكانات. أوليفينات أو اسمها الجديد الكينات، والمفرد الكين. أسيتيلينات ده الاسم القديم، الاسم الجديد الكاينات، والمفرد من الكاينات الكاين. طيب نيجي لأهم مجموعة وأول مجموعة اللي هي المركبات الأليفاتية المشبعة اللي هي سلاسل مفتوحة مشبعة، واللي اسمها القديم بارافينات، واللي اسمها الحديث الكانات، اللي المفرد منها واحد منها اسمه الكان. دي تشمل مركبات،
كتير جدا. تبدأ بأصغر مركب تبع عيلة الألكان أو الألكانات اسمه الميثان، ده موجود في الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي اللي في البيت، في المواسير في البيت بيروح المطبخ، فاسمه العلمي ميثان. وفي المركب الآخر اللي أكبر منه شوية برضو ينتمي لنفس المجموعة اسمه إيثان، والمركب الأكبر شوية بروبان، الجزيء هنا فيه ذرة كربون واحدة وأربعة هيدروجين، هنا فيه اتنين ذرتين كربون في الجزيء الواحد ومعاهم ست ذرات من الهيدروجين، ده اسمه إيثان. اللي بعده أكبر منه شوية، جزيء أكبر منه شوية، فده مركب أكبر منه، جزيء منه يتكون من ثلاث ذرات كربون وثمان ذرات هيدروجين اسمه بروبان، وهكذا كل ما تنزل الجزيء بيكبر، بيكبر ذرة هيدروجين ذرة كربون كل مرة، وبيزيد كمان ذرتين هيدروجين كل مرة، 2 6 12 10 12 وهكذا، لا بيزيد بالاثنين هيدروجين لكن بيزيد مرة واحدة كربون وبيزيد اثنين هيدروجين. العيلة دي نقولهم تاني عشان لازم تحفظ الأسماء دي وبالترتيب ده. أول مركب وأصغر مركب اللي فيه ذرة كربون واحدة ميثان، اللي فيه ذرتين كربون إيثان، أو ثلاثة كربون بروبان، بيوتان، بنتان، هيكسان، ستة هبتان، أوكتان، نونان، ديكان. تحفظ كده كأنك من واحد لعشرة زي ما كنت زمان أنت لسه صغير بتحفظ واحد من واحد لغاية عشرة، هنا برضو هتحفظ بدل من واحد لغاية عشرة هتحفظ مجموعة مركبات تحتوي على ذرة كربون واحدة، ثم اللي يحتوي على ذرتين كربون، ثلاثة ذرات كربون في الجزيء، أربعة ذرات كربون في الجزيء، وهكذا لغاية عشر ذرات كربون في الجزيء اللي هو آخر واحد ده. فتحفظ ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، نونان، ديكان، بمعنى واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودي عدد ذرات الهيدروجين الكربون، عدد ذرات الكربون اللي موجودة هنا. تحفظهم كويس قوي، لو ما حفظتهمش مش هتعرف تمشي في الكيمياء العضويه، فلازم تحفظ الاسماء دي، دي حاجه اساسيه. ملاحظ انت ان كلهم على اخرهم الف ونون، كلهم على وزن كلمه الكان اللي هو مفرد كلمه الكانات، الكانات المفرد منها الكان، وكل المركبات دي على وزن الكان، ميثان على وزن الكان، ايثان، بروبان، بيوتان، كلهم على وزن الكان. نيجي للمجموعه الثانيه اللي هي اسمها القديم اوليفينات، واللي اسمها الجديد الكينات. نسينا نقول حاجة، ان ايه القانون ده؟ القانون ده بيمثل القانون العام للعيلة دي او للمجموعة دي، اسمها مجموعة متجانسة وعائلة. ايه الان دي؟ عدد ذرات الكربون اللي موجود. فمثلا المركب الاولاني ده عنده ذرة كربون واحدة، طب عايز اعرف فيه كم هيدروجين، حط هنا الان هنا بواحد تبقى سي واحد اللي هو الاولاني ده، وبعدين عايز تعرف كم هيدروجين، اتنين في واحد الان هنا اللي هو عدد ذرات الكربون اللي هو هنا واحد، وتعوض هنا اتنين في واحد باتنين زائد اتنين اربعة اللي هي دي. طيب المركب التاني ده اتنين ذرتين كربون، يعني الان باتنين، الان باتنين هنا يعني ذرتين كربون، فتعوض هنا باتنين وتعوض هنا باتنين، الهيدروجين اتنين في اتنين باربعة زائد اتنين ستة اللي هو ده. طب شوف ابو تلاتة كربون، تعوض هنا بتلاتة وهنا بتلاتة، اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين، اتنين في تلاتة بستة زائد اتنين تمانية اللي هو المركب اللي بعده، وهكذا اربعة، يبقى دي هنا الان باربعة، اتنين في اربعة تمانية زائد اتنين عشرة اللي هو المركب اللي بعده وهكذا. فدي الصيغة اللي بيخضع ليها جميع المركبات دي، اللي انت لو عايز تعرف فيه كم هيدروجين، لو عرفت كم ذرة كربون موجودة اللي هي الان، عوض هنا وانت تعرف كم ذرة هيدروجين موجودين في نفس الجزيء. نفس الكلام هنا بقى، دي مجموعة تاني اسمها القديم اوليفينات، اسمها الجديد الكينات. الصيغة العامة ليها CnH2n، بمعنى ان عدد ذرات الكربون لو كان n يبقى عدد ذرات الهيدروجين ضعف ال n ده، 2n يعني ضعفها، فهنا 2 4 3 6 4 8، جبت منين؟ عوض عن ال n هنا ب 2 وبعدين 2 n يبقى 2 في 2 ب 4. هنا ال n ب 3 لعدد ذرات الكربون، دي 3 يبقى 2 في 3 ب 6 اللي هو ده ب 4، هنا ب 4، عوض هنا دي 4 وهنا 4، دي 4 وبعدين 2 في 4 ب 8 اللي هو المركب ده، وهكذا. دي الصيغه العامه. مفيش مركب تبع العيله دي يحتوي على ذره كربون واحده، يعني مفيش مركب فيه هنا مكان فاضي، يعني مفيش
مركب تبع لعيلة الألكينات يحتوي على ذرة كربون واحدة زي هنا، أقل حاجة يكون عندي ذرتين كربون. فالمركب الأولاني اسمه إيثين على وزن ألكين، إيثان إيثين، ألكان ألكين، اللي بعده بروبان بروبين، بيوتان بيوتين، بنتان بنتين على وزن ألكان ألكين، هكسان هكسين، هبتان هبتين لغاية نونان نونين، ودي كان ديكين. اوكي دي الصيغ بتاعت المركبات دي. طبعا هتفضل ماشي انت كده لغاية الاخر، تحط هكسان هنا، تحط هنا هكسين، وتحط هنا سي ستة اللي بعده، وبعدين دي بستة، يبقى اتنين في ستة باتناشر، يبقى سي ستة اتش اتناشر. اللي بعده هبتان، يبقى هنا هبتين، يبقى سي سبعة اتش اربعتاشر، دي سبعة يبقى اتنين في سبعة باربعتاشر، وهكذا. اوكتان سي اتنين سي تمانية اتش اتنين في تمانية بستاشر، وهكذا. اللي بعده اوكتانونان، يبقى تسعة اتنين في تسعة بتمنتاشر. اللي بعده سي عشرة اللي هو ديكين، يبقى سي عشرة اتش عشرين، وهكذا. نيجي للعيلة اللي بعدها اسمها القديم أسيتيلينات، والاسم الحديث لها الكاينات. الكاينات برضو صيغة العامة لها هي 2N H2N minus 2، هنا plus 2، هنا من غير شيلنا 2، وهنا minus 2، كل مرة بنقص 2. مفيش مركب تبع العيلة دي في ذرتين كربون برضو، فأصغر واحد فيهم ده، ده اسمه إيثان، ده إيثين، ده إيثاين، الكان الكين، الكاين ايثان ايثين ايثاين، بروبان بروبين بروباين، بيوتان بيوتين بيوتاين، بنتان بنتين بنتاين، هكسان هكسين هكساين، هبتان هبتين هبتاين، وهكذا لغاية اخر واحد، ديكان ديكين ديكاين. طب الكربون مفيش هنا مركب فيه ذرة كربون واحدة، أقل حاجة فيه اتنين، فهتعوض هنا الـ N باتنين، تبقى اتنين في اتنين بأربعة، أربعة ناقص اتنين اتنين، اللي هو المركب الأولاني ده. اللي بعده ده جبته منين؟ سي تلاتة، فيه تلاتة ذرات كربون، حط هنا الـ N بتلاتة، اتنين في تلاتة بستة، ناقص اتنين أربعة اللي هي دي، بعدين اللي بقى أربعة وهكذا، عوض بأربعة، اتنين في أربعة بتمانية، ناقص اتنين ستة اللي هو اللي بعده ده، وهكذا. نيجي للعيلة اللي بعديها، المركبات الحلقية، برضو الصيغة بتاعتها عاملة زي بتاعت الكين بالظبط، CNH2N، هنا نفس الصيغة، بس هنا بتختلف ان مفيش مركب فيه ذرة كربون واحدة، ولا مركب فيه ذرتين كربون، فمفيش مركب اسمه إيثان حلقي، في بروبان حلقي، بروبان ده بروبان مفتوح، لكن ده بروبان حلقي، لان مش ممكن ذرتين كربون يعملوا حلقة، زي نقطتين مش ممكن يعملوا حلقة، دايما اقل حاجة في الحلقات تبقى حلقة ثلاثية، يعني اللي هو الشكل المثلث، يعني شكل المثلث لازم يكون فيه ثلاث رؤوس، مفيش مثلث له رأسين اتنين، فاقل حاجة ان في الشكل الحلقي ان يكون ليه ثلاث ذرات كربون. ففي بروبان حلقي، بروبان حلقي في سي وسي وسي سي وسي وسي، يعني ثلاث ذرات كربون عاملين زي الرؤوس المثلث كده، في اتش واتش اتش واتش اتش واتش. البيوتان الحلقي في سي وسي وسي وسي، وبعدين اتش واتش اتش واتش، وهكذا. لو عديت كم ذره كربون تلاقي عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون، عشان كده القانون بتاعها، ده معناه ان الهيدروجين ضعف الكربون، 2 ان الهيدروجين لكن الكربون ان واحده. بعد كده في مركبات تانية، مركبات أروماتية زي البنزين العطري، ده حلقة سداسية هنبقى نشوفها قدام، وفي نفثالين في حلقتين جنب بعض، وفي ثنائي فينايل حلقتين بنزين بس مرتبطين مع بعض من الخارج، هنا حلقتين بنزين لازقين في بعض من خلال ضلع، لكن هنا حلقتين مرتبطين بربطة واحدة بس، هنشوف الأشكال دي قدام إن شاء الله. لو نسيت ازاي تحفظ ميثان ايثان بروبان بيوتان، في ناس اجتهدت انها تعملها زي بيت شعر كده، ميثان ايثان بروبان، ففي عملوا بيت شعر بيقول ميث الايث بروب البيت وبنتان، هكسان هبت الاخت
نونان ديكان، يعني ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان اوكتان نونان ديكان، اللي هي الاسماء اللي موجودة هنا لو حبيت ان انت تحفظها على شكل بيت شعر عشان ما تنساهاش. في واحد اجتهد تاني وعمل برضو بيت شعر كده او حدوتة يعني عشان تحفظنا، ميثان وايثان بنات عم تزوجهم رجل يقال له بروبان واسكنهم في بيوتان ورزق منهما بنتان اسماهم هكسان وهبتان، ثم تقدم لهما رجلين هما اوكتان ونونان وكان مهرهما عبارة عن ديكان. ده حدوتة يعني عشان بس تحفظ الارقام دي، ولازم تحفظ الاسماء دي كويس عشان تقدر ان انت تكمل، وان شاء الله نكمل الحصة اللي جاية. سلام عليكم.